طيب خلونا نروح بقى لموضوعنا، لان في تجارب شبابيه مهمه جدا اللي انتوا تشوفوها، ومهمه جدا كمان اللي احنا ندعمها، زي تجربه المهندسه هبه. اشتغلت على يعني اشتغلت فتره في مجال الرسوم المتحركه وعندها شغف بفكره الرسوم المتحركه والصلصال. فكرت يعني او قررت كمان وفكرت ان هي تسيب الشغل او الوظيفه وتعمل مشروع صغير يكون مرتبط بمجال دراستها ومرتبط بموهبتها. يمكن ده اللي احنا بنقول عليه يا جماعه، فكره شوف انت موهوب في ايه وابتدي يعني حط كل اهتماماتك وكل توجهاتك لموهبتك اللي انت موهوب بيها. صحيح. هي الحقيقه بدات مشروعها من البيت وبتصنع منتجات الهاند ميد المصنوعه من الصلصال الحراري، وقدرت انها تطور شغلها وعندها كمان خطة انها تتوسع اكتر في هذا المجال. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. انا هبه حسن، تخرجت من كليه فنون جميله قسم جرافيك شعبه رسوم متحركه. اشتغلت لمده 10 سنين في رسوم متحركه، تخصصي اكتر كان في الاي ليرنينج. انا لما قررت ابدا في الهاند ميد ما بداتش عشان يبقى هو الكارير الاساسي بتاعي، بدات فيه عشان حاجه هتفرغ طاقه اكتر من قعده الكمبيوتر طول الوقت، كل يوم كمبيوتر ما بعملش حاجه غير كده. فقررت ان انا اعمل ده مثلا في الويك اند مع شغلي، بس بعد شويه لقيت الموضوع لا انا حباه اكتر، وخصوصا ان انا بدات اصلا كمجال هاند ميد صلصال حراري عشان اشتغل في الاكسسوارز. بس لحد ما ابني وصل سن المدرسه بقى الموضوع صعب شويه ان انا اوفق بين شغل الفول تايم في الشركات الخاصه مع شغل الهاند ميد مع البيت، ما قدرتش اوفق بينهم كلهم، وحبيت ان انا اركز بقى اكتر في الهاند ميد واديله معظم وقتي مع شغل البيت ومع ابني. هو الصلصال الحراري مادة بتيجي جاهزة مصنعة جاهزة وملونة، بنبدأ ما بتيجي بنعجنها شوية كده لحد ما تطرى وتوصل لقوام معين، وبنبدأ نشكل بيها الأشكال اللي احنا عايزينها. أنا أول ما بدأت في الأكسسوارات بس، قعدت فترة كبيرة بعمل أكسسوارز مختلفة. بعد كده بدأت أطور من الموضوع ودخل منتجات تانية زي دلايات العربية زي المجات والكوبايات والفوانيس، بس مع الوقت بقيت بعمل معظم الحاجات دي، وده كان ده شغلي يعني حالياً. انا دلوقتي تقريبا بقالي 4 سنين، لو قارنت نفسي كل سنه بالسنه اللي قبلها لا انا بقرب من حلمي خطوه بخطوه، وحاسه ان انا اون تراك يعني الدنيا ماشيه كويس الى حد ما. محتاجه بس السوق يفتح اكتر، الناس تكون مهتمه اكتر بمجالات الهاند ميد وتكون عارفه قيمتها ومقدراها، ساعتها اعتقد هيبقى الموضوع اسهل كتير في الماركتنج، وكمان هيبقى اسهل ليا ان انا اعمل منتجات مختلفه كتير تناسب كل الاذواق وتناسب ذوقي انا كمان، وده اهم حاجه بالنسبه لي ان انا عايزه اعمل اللي على ذوقي كمان مش اللي على ذوق العميل بس. انا شايفه ان اللي عنده حلم او شغف لحاجه معينه ما ينفعش يكون يوقف حياته بس على قد الوظيفه وعلى قد الروتين اليومي، ويحاول يعمل ده مع ده على قد ما يقدر.